أنا كرهت ولا غير كرهت؟ وش صرت تاني دي؟ يا فتاي يا رزق. اسمع سيدي علي، يمك سابا سي بون، ما قدرتش لا غالب بزاف بزاف بزاف. اوه قرعتها. وش درتك تاني جميلة؟ يا شحم اختاروني نفهمك. ما تنساش هادي يما. يمك ما قلت والو، نحطها فوق راسي. بصح الصبر عنده حدود. وش حابين نديرها؟ ندير معاها؟ حتدخلي لي جهنم؟ يا جميلة هادي والدين، يا جميلة الوالدين. جهنم ان شاء الله ما ندخلك ليها ما تدخلني ليها. بصح جهنم هي اللي راهي دارتها لي في هاد الدار. يمك حاجة ما تعجبها، الحجم ما يعجبهاش، وزيد من فوق هذيك الهضره الزايده تاعها راك تعرفها بلا ما نقول لك. لا اله الا الله، لا اله الا الله، راح تكبروا لي بلا الوقت. سعفوني يا جميله. سيدي علي كون حقاني وما تظلمش، ما تحطناش كامل في قفه واحده، وشوف شكون راهو يدير في هذا المشكل. انا حاجه اللي ما فهمتش يا جميله، المس واحد يذبحكم والقدر بيناتكم، واش صرا؟ الحمد لله راك قلتها بلسانك، كان القدر بيناتنا. روح تشوف الشاميدو والعرايس في عجايزهم، ماشي جميله العقله. ما نشوف ما والو، ربي يعمل تاويل. ها واش نقول؟ ايه ما عليه. الحجة على بالك تخلطوا لي البيض، مانيش عارف الا كنت نشرب هالدواء ولا هالدواء مع صلاة الضحى. شرب واش تحب، هذا ولا هذا؟ هاك تسمع غير موت موت واحدة ولا لا؟ لا ايه صحيح الحجة، ايه هاكي قلتيها، بصح مش عويدك يا الحجة، خير الخير واش كاين؟ لا لا هادو معويدي ما بيا والو، ولا قالوا لك الحجة ولات طبيبة. اسمع اسمع، لا حبيت تحوس على الدواء هذا تاعك هابط غير لتحت، شفت هذاك الفرماسي اللي من هنا، وروح عنده وسقسي وهو يفهمك وخلاص. سمحي لنا سمحي لنا على الديرونجمون، خلاص ما قلناش يا الحجة. هاي نشرب هاد الدواء وفرات. هاي اللهم اجعل الشفاء في هذا الدواء يا رب العالمين، انت الشافي واشفنا واشفي كل المرضى يا رب العالمين، امين. واش الحاجه حتى الله يشفيك ما كانش؟ الله يشفينا الكل، الشافي ربي، الله يشفينا الكل. ربي يفوت هذا النهار بخير برك، هذا مكان. قولي لي الحاجة، سيد علي مازال ما ناضش؟ سيد علي راهو مع هذيك اللفعة. اللفعة اللفعة مولات سبع ريصان، ايه هذيك هي هذيك المصفارة. صارك راكي تهضري على جميلة وعلى كاين واحدة أخرى اللي على الدور من غيرها. أنا هذا ويفهمت المناش. الحمد لله ربي يجعل الخير برك يا حسرة. مسكين أنت يا سيدي علي مسكين. مسكين أي والله غير جبادي وسكين ومسكين. يا الحجة كي تنوض ما بين عروسة والعجوزة شكون اللي يخلص؟ الرجل هو اللي يخلص. ربي معاك يا وليدي سيد علي، ربي معاك. يا ربي صباح الخير عليكم. صباح الخير يا وليدي. واش من خير؟ سيد علي وليدي
على بالك اني حاب ناخذ تصويره انا وياك تك. تصور معايا مليح هادي انا عمي تصور معك مدامك بصحيحتك وبعقلك. واش بابا الهضره هادي دير الوحش خير؟ غير الخير يا وليدي. شوف نض ريح قويه في هذا الدار، اني خايف تديك وتدي سقف الدار. انا قلتها لك يا وليدي. واش يما بابا مليح؟ شنو الدواء اللي يشرب باباك؟ باباك هو بدي يخرف على روحه، خليني منه. حقا يما حبيت نهضر معاك على جميلة. على جميلة. شوف يا سيدي، اسمع اسمع مليح، لا حبيتني نقعد معاك ونتفاهم انا وياك. هذيك النصفار هذيك الهميه ما تزيدش تجبدها لي انا، خلاص ما تجبدليش عليها. الله بصح يا ما كنتش نكملو هكذا، الحياه في هذا الدار ما بقاتش، نالو الشيطان. ايه والله غير شابه، على بالك هي ما حبتش تحمد ربي منين نهضر معاها. تبدا تتكسر وتتعوج، تعوج لي في شواربها وتشنف. يا اسمع اسمع، انت واقيلاك حابني ندير لها دود حياة دود باش هكذا الجايح تاع وليدي يرضى بيا. والله يا يما جميلة تحبك وتقدرك ودارتك يماها من زمان وانتوما ملاح، واش صرا هكذا؟ يا عمري والله غير تغيت. يا ماما يا ماما يا عمري على الشباب تاعي، هذيك تحبني تحبها حبة وتعضها كلبة هاك تسمع. تلك المصفارة تتعوج عليا وتتكسل عليا مادام راني لهنا وانا اللي نحكم. شامي ولا نقبل هاك تسمع فيا، ما نقبلش. السلام على الزعفانين ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام بابا الحاج. بابا الحاج علاش تشقي روحك؟ يا اخي قلت لك شحال مره كي تحتاج حاجه عيط لينا نجيبها لك. انا محتاجك انت. اقعدي. جميله اسمعيني مليح وديريني كي باباك، الله يرضيك ويرضى عليك ويرضي عليك الوالدين يا بنتي. اللهم امين. راني نسمع بابا الحاج. شوفي جميلة، انتي راكي أمانة باباك عندنا كيما ولدنا السيد علي، هذاك أمانتنا راهو عندك، فهمتي هذه؟ فهمت. شوفي يا جميلة، شو اللي صرا بينك وبين الحاجة؟ زفة وتروح، وانا ما نحبش ولدي السيد علي خصامك وخصام الحاجة يدخل الجهنم يوم القيامة والعياذ بالله. يا جميلة بنت الأصل عمرها ولا تخير رجلها بينها وبين والديه، أنا حبك يا بنتي تعاونيه باش يرضي مولاه سبحانه وتعالى كيرضاو عليه والديه. عندك الحق بابا الحاج، ما تخافش كون مهني بإذن الله، ما نكونش أنا اللي نكون السبب باش يدخل سيدي علي جهنم. بنت أصل بنت الرجال وخت الرجال. يا جميل نقول لك أنت معدن ذهب صافي عمر ولا يتحول. ربي يحفظك بابا الحاج. بابا الحاج نحط لك قهوة؟ لا 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 بنتي، نطلب منك حاجة برك. خير؟ لا لا غير الخير. شوفي بنتي روحي توضاي وصلي زوج ركعات لله وبعدين لحقيني الصالون، كذا باش نحيو هذه المشكله يا بنتي. ها ما عليه بابا الحاج، ربي يسترك يا بنتي، ربي يخليك لينا.
جميلة جميلة، هيا اقعدي هنا رجل. يلا انا على بالكم ما فهمتش واش صلا في هذا الدار. ان شاء الله تكون اخر مره. ان شاء الله يا سيد علي وليدي. الحمد لله الدراري ما راهمش هنا، ما حضروش هذه الحياه وهذا الزقه وهذا الشيء، هذا ياثر عليهم. الله غير صح، ربي ما في غير الخير. خلينا في المفيد. نهار جات جميله عروسه وانت يا الحاجه معاها، كيفاش كنتوا؟ كان القدر، كان الاحترام، هذه قدر هذا وهذه ساعة في هذا، كنتوا لاباس والحمد لله. بصح واش صرا ما على باليش، هذا هو اللي مدوخني. ما شوف الحاج، تو خاني نجيك من الاخر. انا تعرفني ما نروح لا اكل اكل قبيله قبيله. اسمع لي مليح، انا مازال ما زادتش اللي تعوج فمها وتنفخ في شواربها وتتكسل عليا. انا تماتيك يجوني هذوك السيادي هذوك، وتعرفني مليح الحاج. والله ضحكتيني يا الحاجة. نسيتي انت يا نهار كنت عروسة ولا مفكرك؟ ها؟ نسيتي يا وش كنتي دايره في يما ربي يرحمها؟ كي تطيحي شواربك كثر من لابالين يا الحجه. ها؟ انا زيد زيد، علاش تحبس لنا؟ عقدتو مليح طاجينا اللي خلاتو مرت وليدك انت كملتو. راني نقصر معاك يا الحجه، واش بيك زعفتي؟ راني نقصر معاك باش نلطف الجو هذا مكان. بصح كاينه حاجه انتوما في زوج ما فهمتوهاش. نعمي ونسيتوها وهي مهمة. نسيناها؟ نعمي. وشنو هي؟ هي الشيطان يا الحجة. ها؟ كاش نهار تفكرتوا باللي الشيطان كاين وقادر يدير ما بين الناس، ها؟ نسيتوا باللي رب العالمين خلق حاجة وسماها الشيطان؟ هيا قولوا لي في زوج، كاش نهار نعلتوا الشيطان ولا خسيتوا الشيطان؟ ونهار ننسوا الشيطان حنا نروحوا في خبر كان. بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفتوا تراشق بيتهم، ولا واحد قال الشيطان الله يخزيه. واحد من الصلاح وش يقول؟ أعظم حيلة للشيطان أن يقنعك بعدم وجوده. تنساه، قال هو اللي بداه، هي اللي بدات، هو اللي بداه، هما اللي بداه، هما اللي بداه، ولا واحد قال لا ما كاين والو، الشيطان نفخ فينا الله يخزيه. لما قال قصة يوسف، لما حكى له المنام لسيدنا يعقوب، قالوا لا تقص رؤيتك على إخوتك فيكيدوا لك، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ما بعد ما جاءوا خاوته وعرفوا وسجدوا له، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ربي قال في القرآن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يذكروا بلهج الشيطان ينفث العداوة ويؤججها بين الناس. لهذا ما لازمش ننساو، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا هو الشيطان. فما دبي لما تكون خصومة وفي هذيك في غمرة التراشق، هو اللي بدا، هو الفوتيف، هو اللي قال لي، هو اللي دالي، وهو واحد يكون عاقل ويتوضا ويتذكر، قول الشيطان لعنات الله عليه، شيء بسيط جدا. شحال من الناس لحقوا للقتل على شيء بسيط، فلاشين تاع حليب، واحد قتل واحد في كذا، واحد قتل واحد باش تاع عرس، واحد قتل واحد، لان الغضب من الشيطان كما قال سيدنا رسول الله، والشيطان من نار، فاذا غضب واحد يروح يتوضا مباشره، اول حاجه ذكرها الشيطان.
وإذا بقى شكون تذكر دائما نحطوا الشيطان في العلم. وأن لا علمنا ربي عز وجل في القرآن ألا ننسى عداوة الشيطان لنا أبدا. لهذا قال هذا الرجل من الصلاح: أكبر حيلة للشيطان أن يقنعنا بعدم وجوده، ننسى أصلا باللي موجود، وهذا بداية السقوط.